أيها السيد الرب إلهنا الصادق في وعدك وغير النادم على مواهبك، يا من دعوت جبلتك دعوة مقدسة إلى هذه السيرة السماوية، أنت كن له معينا لخدمة كنيستك المقدسة، أنمه لكي يعطي في كل تعب من أتعابه الحق ثمرا مرضيا لصلاحك، قدسه واعطه أن يقرأ أقوالك الإلهية ويدرسها بكل حكمة وفهم، حافظا إياه في سيرة لا عيب فيها. وأما نحن فاجعل نفوسنا في سلام حتى نحتمل بعضنا بعضا بتواضع حقيقي خال من الرياء، مانحا إيانا جميعا ملكوتك السماوي برحمة ورأفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يلبس ابننا الروحي طارق ثوب البر والابتهاج على اسم الآب والابن والروح القدس، فلنقل من أجله يا رب ارحم. ابننا الروحي يأخذ الجبة المباركة حلة للنقاوة وعدم الفساد على اسم الآب والابن والروح القدس، فلنقل من أجله يا رب ارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. ابننا الروحي يأخذ الكلوس المبارك كخوذة رجاء وعدم الشر على اسم الآب والابن والروح القدس، فلنقل من أجله يا رب ارحم. آمين. يا المجد لك يا مظهر النور. المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العالم، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، نسجد لك نمجدك، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب المالك،
السماوي الإله الأب الضابط الكل أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح ويا أيها الروح القدوس أيها الرب الملك أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الأب يا رافع خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا لأنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب آمين في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة مبارك أنت يا رب إله آبائنا ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقا مبارك أنت يا ربي علمني حقوقا يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد خطيت يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور رحمتك على الذين يعرفونك قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا أيجيوس وثيوس أيجيوس إسكيروس أيجيوس أثاناتوس قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس the
تمتر حرحمنا بسم الآب والابن والروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس. أيها الرب إلهنا الذي بالروح القدس الواحد نفسه تقسم المواهب لكل واحد من الذين اخترتهم، يا من منحت كنيستك مراتب متنوعة وأقمت فيها درجات لخدمة أسرارك المقدسة الطاهرة، يا من بسابق معرفتك غير المدركة انتدبت عبدك ثيودوروس هذا أيضا حتى يكون أهلا لأن يخدم كنيستك المقدسة. أنت أيها السيد احفظه في كل شيء غير ملوم، وامنحه أن يحب جمال بيتك ويقف أمام أبواب هيكل قدسك ويضيء مصباح مسكن مجدك، واغرسه في كنيستك المقدسة مثل زيتونة مثمرة ليثمر ثمر العدل، واوضحه في وقت حضورك عبدا كاملا لك ليتمتع بجائزة الذين أرضوك، لأن لك العز والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يرشدن الله خطاكم إلى كل عمل صالح كهنوتك وشموسيتك، ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين لا وكل وان إلى دهر الداهرين. مباركة مملكة الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة
واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل اعتدال الأهوية وغصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. أنتي لافوسوس ليسون كذية في لكسوني ماسوثيوس إسيخاريتي Σαχράντου περιβλοημένη συνδόξα δεσποινή Σιμών Θεοτόκου και Παρθένο Μαρίας με τα πάντων των Αγίων Νεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αιού αλάβ ο αλήπιν ο αρώχ αλκουδούς, αλάνα ο ακουλαουάνιν, ο αιλά ταχυντάχυν. Αμήν. صالح الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي شفاعة والدة إلى يا مخلص خلصنا للأعلان برحمتك في الغداة وبحقك في كل ليلة شفاعة والدة إلى يا مخلص خلصنا لأن الرب إلهنا عدل وليس فيه ظلم شفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين شفاعة والدة الإله سلام إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. أدد وخلي
وارث وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحام. بعد ذكر الكلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع نفوسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهر آمين هلموا نبتهج بالرب ونهلل لله مخلصنا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي مرتلين لك هللويا نجاوب بالاعتراف ونهلل له بالمزامير لأن الله رب عظيم وملك كبير على كل الأرض خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي لنرتل لك هللويا بيدي أقاص الأرض وله رؤوس الجبال لأن البحر له والذي صنعه ويداه جبلة اليابسة خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي لنرتل لك هللويا وسابتريك أيوك أيجي Nin ke ayin ke istose onastone ononamin Ya kalimat Allahi libna al-wahid Alladhi lam yazal ghayra ma'i Laqad qabilta an tatajassada min ajli khalasina من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا ليسون اعدد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك إله صالح محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين عظيم قديسين وشاركوا في المقدور في كل ملائكة القديسين وشاركوا في كل موافق الدين صباحك
لك كل تمجيد وكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل الآب προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Oh.
به وجدوا حماته الأولى عاشوا حياة النسك الشريف لنمدحهم كمجاهدين ببهاء ماتوا مستشهدين ومجدوا الأرض بالأردن وهم أحباء الله فيلادلفيا بهم تزهو والأرثوذكسين يفخرون Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται μη παρήδης αμαρτωλών δε εισαιών φωνάς αλλά προφθασόν ως αγαθή εις την βοήθεια νημών των πίστος κραυγαζόντων σοι ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα η δεήμεν δημοκαρμική. Του Κυρίου δαϊθώμεν Κύριε λαϊσόν لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. Αγίος Αθάνατος ελέησον ημάς قدس وأن نقدم له السجود والتمجيد المتواهن أيضا نقدمه لنا Ρος,
وإلى دار الدارين آمين. قدوس الذي لا يموت رحمنا. السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. سنوك عديدة يا στον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. Εις πολλά τη δεσπότα وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. سنوك عديدة يا خلي
خالص المؤمنين. يا ربي خالص المؤمنين. يا رب خلص الحسن العبادة. يا رب عبادنا. واستجب لنا جزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقان الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة Θεοφίλου του μακαριότα του θείωτα του τε και Παναγιώτα του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλος ο λάβουλ αχδάς ο τουβαουίου αλγαζίλου λίχτηραμ Πατριάρχη Μεδίνα المقدسه ورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا والعربية وعبر الأردن وخان الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا. خريستوفولوس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدة. خريستوفورس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة
على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا ورعينا لتكن سنه عديدا يفرح الصديق بالرب استمع يا الله صوت تضرعي حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس حكمة فلنصغي يا ولدي تيموثاوس تقوى في النعمة التي في المسيح يسوع وما سمعته مني لدى شهود كثيرين أستودعه ناسا أمناء كفؤا لأن يعلموا آخرين أيضا احتمل المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ليس أحد يتجند فيرتبك بهموم الحياة وذلك ليرضي الذي جنده وأيضا إن كان أحد يجاهد فلا ينال الإكليل ما لم يجاهد جهادا شرعيا ويجب أن الحارث الذي يتعب أن يشترك في الأثمار أولا افهم ما أقول فليؤتك الرب فهما في كل شيء اذكر أن يسوع المسيح الذي من نسل داود قد قام من بين الأموات على حسب إنجيلي الذي أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر إلا أن كلمة الله لا تقيد فلذلك أنا أصبر على كل شيء من أجل المختارين لكي يحصلوهم أيضاً على الخلاص الذي في المسيح يسوع سلام لك أيها القارم ولكافة الشعب هللويا 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 حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا فصل شريف من بشارة القديس
مرقس البشير. مجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان اجتاز يسوع في السبت بين الزروع، فجعل تلاميذه وهم سائرون يقلعون السنابل، فقال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون بالسبت ما لا يحلون. فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعل داود حين جاع، حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في عهد أبيطار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وأعطى الذين معه؟ ثم قال لهم: إن السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت، فابن البشر إذن هو رب السبت أيضا. ودخل المجمع أيضا، وكان هناك إنسان يده يابسة، وكانوا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشكوه. فقال للإنسان اليابس اليد: قم إلى الوسط. ثم قال لهم: أعمل الخير يحل في السبت أم عمل الشر؟ أن تخلص نفس أم أن تقتل؟ فصمتوا، فأدار نظره فيهم بغيظ وهو مغتم لصلابة قلوبهم. ثم قال للإنسان: أمدد يدك. فمدها فعادت يده صحيحة. كالأخرى του Κυρίου δαϊθώμε, αντιλαβούς όσον ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή σοφία. إننا نخر لك أيضا بل مرارا كثيرة نشت لك ساجدين ونتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر، طالبين أن تنظر إلى طلباتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، وتمنحنا أن نمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. وهب أيضا الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة في الإيمان وفي الفهم الروحي، امنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين، فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحم، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحم، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. لا
ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وفي الأرض أيها الرب إلهنا رب السرافين وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرومي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين. فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال، وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، وتجعلني كفئا بقوة روحك القدوس، وأنا الآن بسلامة الكهنوت لأن أتمثل لدى مائدتك هذه المقدسة، وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، لأني إليك أتقدم حاليا عبدي وأطلب منك، فلا تصرف وجهك عني ولا تردني من بيت المالك، لكن أخيرا لأن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزن أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك القدس الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. اتشروا بي مستيكوسي كوريزو ديستيزوبي وترياري وترسايوني وترساغو ديسباسا تيديو تيكينا بفورنا فمالي معنا. Oh.
Χριστόν βασιλέα των όλων υποδεξόμενη. أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات وكل أخ لنا في المسيح أخانا المتروبوليت فينيديكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الأرشمندريت يرونيموس فينيديكتوس وخريستوفوروس مع الكهنة جيرييس جيراسيموس سيرافيم ونكتاريوس أليكساندروس رومانوس بانتليمون أرسينيوس بشارة وعبيدك الشمامسة سيلفستروس إلياس ميخائيل Πορφύριος και Παΐσιος, μα Ράχεμ Ανδρέας, γεμιάκομ μα Υποδιάκον Θεόδωρος, γεμιάκομ μα γεμιά المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب مع جميع الذين في الأمراض والضيقات والأحزان والشدائد الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والأوبئة والحروب والذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة وفي جميع أديرة وكنائس المملكة مع أبناءنا الذين في بلاد الانتشار والمهجر مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من البطارقة ورؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين، الكهنة الشمامسة، الرهبان والراهبات، ومن إخوتنا من العلمانيين، من الآباء وآباء الآباء، والجدود وجدود الجدود، والإخوة الذين سبقوهم، مع معمري هذه الكنيسة المقدسة البطريرك ثيودوروس، المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين، ورئيس الأساقفة سيلفستروس، مع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. كهنوتكم وشموسيتكم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. الذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وإجسادنا الرب نسأل استجب يا رب غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل استجب يا رب أن
زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل ورأسه كيرياس أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب برافاة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم لروحك أيضا لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر أحبك يا رب يا قوتي الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين لنقف حسنا لنقف بخوف
لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك لنرفع قلوبنا أشكرن الرب وواجب حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهراً كان أم خفياً ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب الصباوت ملأنا تونس وصانا في الأعالي مبارك للآتي باسم الرب وصانا في الأعالي لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا آمين ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية كل ما جرى من أجلنا الصلب والقبر والقيامة الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد التي لك
مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إنا نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. بارك يا سيد الخبز المقدس، واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. بارك يا سيد الكأس المقدسة، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة روحك القدوس وملء ملكوت السماوات والدان لديك، لا لدينونا ولا لإدانتنا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والآباء وسيد الآباء والأنبياء الرسل والكرزة المبشرين والشهداء المعترفين خلص الذين وإليك نطلب يا إلهنا. وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بواجب الذي نقيم في الحياة التي نحن ساكنون في جميع المدن والقرى بغير فساد، المرضى والمضنيين وأبنائنا المغتربين والأسرى بأجرتهم، اذكر يا رب الذين مفتقدين المساكين علينا جميعا. عظيما هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق إياك نور عظيم هو اسم الله القدوس سيدنا الفائق القدوس
دمها والذين قدم لأجلهم. واذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. اذكر يا رب أولا أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. اذكر يا رب أولا أبانا ورئيس سفناتنا في سفورس، وهبه لكنيسك المقدسة بسلام سكينا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل إكرام العظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. شهادة الأب الروحي. إن الرسل الكارزين بالله الذين قد رتبوا كل شيء على نظام حسن، ومحفل الآباء المتوشحين بالله الذين خلفوهم قد حددوا في قوانينهم ألا تمنح رتبة الكهنوت الإلهية لأحد دون فحص كثير واختيار مدقق، وذلك لكي لا يخدم الخدم الإلهية أناس غير أهل لها. فإذ قد حضر إلينا الإبن الروحي طارق فريح إلياس سويس وطلب الحصول على رتبة الكهنوت العظيمة، أوقفته أمام أيقونة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المقدس، وفحصت بتدقيق قلبه، ووقفت على سيرته من أناس آخرين غيره أيضاً مشهود لهم بالصدق والاستقامة وعارفين أحواله. وإذ لم أجد فيه ما يمنعه من إتمام رغبته، أشهد له أنه مستحق لرتبة الكهنوت وبالغ السن المطلوبة على موجب ما تأمر به القوانين الإلهية. وقد أعطيته هذا الصق موقعاً بإمضائي بياناً لذلك أنا الأب الروحي رئيس ساقفة كرياكوبوليوس المطران خريستوفوروس مطران الأردن. صاحب السيادة المطران خريستوفوروس جزيل الاحترام، اسمح لي سيدي أن أتوجه من خلالكم إلى سيدي صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أورشليم الجزيل الاحترام وآباء المجمع المقدس، وإليكم يا صاحب السيادة بجزيل الشكر
وعميق الامتنان على قبوركم طلبي أن أكون خادما للكنيسة الأورشليمية الأرثوذكسية المقدسة من مصاف الإكليروس، معاهدا إياكم أمام الحضرة الإلهية وجموع الشعب الحاضر بأن أكون أمينا لهذه الخدمة بما يرضي الله وخلاص نفسي والرعية. سيدي صاحب السيادة، لقد سمع الله أخيرا صوت تضرعي واستجاب طلبتي ودعاني إلى هذه الخدمة المقدسة التي تشتهيها الملائكة. رغم كل الصعوبات والمعيقات التي واجهت طريق دعوة الكهنوتية، لكن في النهاية إرادة الله ومشيئته هي التي انتصرت. وأنا أعلم سيدي أن ثقل الخدمة مسؤولية كبيرة، ولكني كل ثقة بقوة صلواتكم التي تساندني وبإرشادكم لي كأب روحي يعززني ويقويني لأكون خادما للنفوس في رعية المسيح أينما وجدت. سيدي صاحب السيادة، أود أن أتقدم بعظيم الشكر ووافر الامتنان إلى كل من وقف بجانبي في سبيل إنجاح دعوة الكهنوتية هذه، وأخص بالذكر زوجتي الغالية التي تعبت وتحملت الكثير معي ولأجلي وما زالت في سبيل أن أصبح كاهناً لله العلي. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى عشيرتي المحبوبة آل الصويص على وقوفها بجانبي ومساندتي، وأخص بالذكر هنا السيد نايف الصويص على جهوده الكبيرة التي بذلها لأجل دعوة الكهنوتية. كما أود أن أشكر في هذا المقام رئيس الدير السيدة العذراء ينبوع الحياة دبين، الأم إيرين العويس وأخويتها المباركة من الله على رعايتهم لي أثناء إقامتي في هذا الدير المقدس وتعبهم معي ولأجلي. ولا يفوتني الذكر من أن أشكر الشماس سيلفسترس الذي أعطاني من وقته الكثير وبذل جهوداً كبيرة في سبيل تدريبي على طقس الشموسية. كما أشكر أيضاً قدس الآباء الأجلاء المحبوبين من الرب خريستوفورس حداد وأثناسيوس قاقيش على توجيهاتهم وإرشاداتهم لي، والتي كان لها أكبر الأثر في أن أتعلم الكثير من الأمور الغامضة المتعلقة بالخدم الكنسية والحياة الروحية. وأشكر أيضاً كل من الأخوة الرهبان، الأخ أندراوس والأخ سلوانوس والشماس ميخائيل وكل طاقم المطرانية على وقوفهم بجانبي أثناء فترة تدريبي على الخدمة الكنسية. وأخيراً أشكر أخوتي الأعزاء وليد ونادر وخالد على دعمهم المتواصل لي ومساندتي في هذه الدعوة المقدسة. سيدي صاحب السيادة، لقد كانت أمنية والدتي قبل أن تنتقل إلى الأخدار السماوية هي أن تراني كاهناً، وأنا أعلم كم كانت محبتكم كبيرة لها، ولقد حققتم لها رغبتها بدليل وقوف اليوم أمام الحضرة الإلهية وأمامكم لنوال هذه الخدمة الكهنوتية المباركة من الروح القدس بيديكم الطاهرتين. لذلك أنا أهدي خدمتي هذه إلى روحها الطاهرة وروح أبي وروح حماي، لأنهم كانوا ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر، وهل الآن قد استجيبت طلبتهم ورغبتهم وتحقق الحلم المنشود بفضل صلواتكم سيدي. سيدي صاحب السيادة، ها أنا أقول مع صموئيل النبي: لبيك يا رب لأنك دعوتني، وأنا أعدك يا سيدي بأن أكون الخادم الأمين المطيع والراعي الصالح اليقظ على خدمة رعية المسيح الواحدة والباذل نفسه وجوده من أجلها، راجياً أن تذكروني في صلواتكم وأدعيتكم المستجابة. الإبن الروحي الإيبوذياكون
ثيوذروس، يعني هبة الله، هدية الله. يا ابني، اليوم ببركة أبينا صاحب الغبطة وبقرار من المجمع المقدس من خلالي ستنال أول رتبة بالكهنوت اللي هي الشموسية. اليوم رح تعيش خبرة فريدة من نوعها، اللي هي خبرة حلول الروح الكلي قدسه عليك. حتى هاي النعمة تجعلك شماس، يعني خادم في الكنيسة. درجة الشموسية هي حتى دائما تذكرنا بأنه نحن خدام للمسيح، حتى تذكرنا أنه نحن آخر الناس مش أولهم، حتى تذكرنا أننا نحن خدام لنفوس أبناء الرعية اللي افتداها المسيح بدمه يا ابني على الصليب. كل نفس من أبناء الرعية المحبوبة والمحروسة من الله هي غالية، لأنه ثمنها دم المسيح على الصليب. وهون بتنبع أهمية كل إنسان كعضو في جسد يسوع المسيح القائم من بين الأموات، يعني المنتصر على الموت واللي بيعيش الحياة الأبدية من هون. يا ابني، تلبية الكنيسة لدعوتك إنك تصبح خادم في كنيسة المسيح هو برهان على محبة الله لإلك. هاي المحبة اللي بتتجسد بأشكال عديدة في حياة كل واحد منا، ولكن بدي منك تنتبه لأشياء تنين. الإشي الأول يا ابني، عمرك في حياتك لآخر نسمة من حياتك ما تنسى هاي المحبة، لأنه كتير مرات بتمر ظروف أو أمور في حياتنا بالطبع دنيوية أرضية بتخلينا ننسى محبة الله لإلنا، ومننهمك بأمور دنيوية ثانية زائلة ما إلها قيمة ولا إلها وجود، ومنضيع فيها عن الهدف الرئيسي لحياتنا الروحية ولخدمتنا المدعوين إلها ولتفاعلنا وتجاوبنا مع محبة الله لإلنا. وصاتي إليك اليوم يا ابني ثيودوروس، انتبه، ما تنسى هاي المحبة، ما تنسى هذا الحضن اللي اليوم بغمرك كلك وبحكي لك صبرت كتير، كنت من سنوات عديدة وانت بتطلب الكهنوت، كان يسمع صوتك، كان شايفك، ولكن كان بده يحضرك أكتر لهاي اللحظة. وهذا هو الشيء الثاني، هذا التحضير اللي تحضرت فيه حتى توصل لهاي اللحظة، وصاتي إليك دائما نميه، طوره، اجتهد من أجل تقدمك الروحي، من أجل معرفتك اللاهوتية، من أجل معرفة إيمان وعقيدة كنيستنا المقدسة بعمق من خلال حياة روحية، من خلال نقاء القلب اللي دائما بصلاة يسوع وإنت تحكي يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، ذهنك رح يتنقى، وبجهادك الروحي يعني بأتعابك اليومية رح تدخل هاي الصلاة من ذهنك لقلبك. ولما تدخل هاي الصلاة في القلب يا ابني، وقتها المسيح رح يسكن فيك، وقتها كل شيء بنعمة الروح القدس، بنعمة الكهنوت
اللي رح تحملها رح يعطيك ربنا إنك تعمل كل شيء. فبالتالي مسؤوليتك إنك تهتم في حياتك الروحية، في تقدمك الروحي وفي جهادك الروحي، حتى تنقي نفسك وحتى يصبح قلبك مسكن مستحق للإله، حتى يسكن فيك وتكون حامل للمسيح. يا ابني ثيودوروس، اليوم الكنيسة وهي تدعوك حتى تدخل لقدس الأقداس حتى تنال درجة الشموسية، بتحملك مسؤولية كنسية روحية اللي هي مسؤولية الخدمة، حتى تقدر في القريب إمتى ما الله يشاء أن تصبح كاهن حتى تخدم الرعية اللي راح ننتدبك لخدمتها. هاي الفترة، فترة الشموسية، هي حتى تتحضر لتورجيا، يعني عليك مسؤولية إنك تتحضر بالخدم الإلهية حتى تمارسها صح يا ابني. وهاي وصاتي الثالثة إلك، إنك تهتم بممارسة الأسرار والخدم الكهنوتية كما يجب، كما حدد الآباء القديسين وحافظت عليه كنيستنا المقدسة طيلة 2000 سنة. انتبه يا ابني، كل شيء بنعمله في الخدم الليتورجية، في القداس الإلهي وبكل الأسرار والخدم، هو موضوع مش من بشر ولكن من الله نفسه بروحه القدوس. وهون مسؤوليتنا نحن نقدر نقوم بالخدم كما يجب، حتى صدى فعالية هاي الخدم توصل لقلوب أبنائنا بنعمة الروح القدس، لأنه نحن ولا شيء، ولكن الله يستعير يدي الكاهن، فم الكاهن والكاهن حتى يتمم الخدم الإلهية. وهاي محبة أكبر وأكبر لإلنا نحن غير المستحقين. دور مهم على زوجتك من هاي اللحظة، زوجتك والخورية في المستقبل، ومن خلالك وخلالها بتكلم مع كل الكهنة والخوريات، مسؤولياتهم كبيرة، لازم يرتقوا لهاي المسؤولية في هذا الزمن اللي نحن منمر فيه. الخورية مش أي امرأة، ولكن هي زوجة الكاهن، يعني هي بتشاركك في حمل صليب حياتك لوصولكم انتوا الاثنين للقداسة، لملكوت السماوات. عشان هيك هي مدعوة كمان انها تضحي، يعني مدعوة انها تضحي بأشكال عديدة، وهاي التضحية رح تاخد أجر عنها من ربنا 100 ضعف زي ما بحكي الكتاب المقدس، لأنها هي من أجل المسيح والكنيسة وأبناء الكنيسة. عشان هيك رسالتي اليوم كأسقف وأب روحي إلكم أنتوا الكهنة والشمامسة، لخورياتكم، إنه لازم نرتقي للمسؤولية اللي عاتق، اللي موضوعة على عاتقكم في هاي المرحلة المهمة والصعبة اللي بيجتازها مجتمعنا والعالم بأكمله. الإنسان أمام تحديات كبيرة، الإنسان تايه ضائع في زمن قلق وتشويش، زمن اضطراب، زمن أوبئة وحروب، زمن اللي فيه المستقبل القريب مجهول، مش عارف الإنسان لوين بده يروح. فالإنسان المعاصر بده يلتجئ للكنيسة
وهناك بده يوجد كهنة قديسين موجودين في الكنائس لابسين البطرشيل تبعهم حتى يستقبلوا كل إنسان ويدلوه ويفرجوه على محبة الله ويمسكوا بإيده حتى ينهض ويقوم من يأسه من ضيقه من حزنه من مرضه وحتى يقدر إنه يستمر في الحياة. والكنيسة بقربه من خلال الكاهن الأب الروحي ببطرشيله بداخل سر الاعتراف. بدنا كنائس مفتوحة، منا كهنة متواجدين على الأقل 8 إلى 10 ساعات، سامحوني للكلمة اللي رح أحكيها. الموظف اللي بروح على شغله بيكون ملتزم إنه يداوم 8 ساعات، ونحن مش قادرين نكون 8 ساعات في الكنيسة ونفتح الكنيسة كل يوم من أجل نفوس أبناء المسيح اللي افتداهم بدمه. يا ويلنا، يا ويلي ويا ويلنا كلنا أمام المنبر الإلهي اللي رح نمثل أمامه لكي ندان. رح نتحاسب على هاد كله، على تقصيرنا، على إهمالنا، على انهماكنا بأمور ثانوية دنيوية ما إلها علاقة برسالتنا وبحياتنا الكهنوتية. فانتبه يا ابني وانتبهوا يا أبائي وأحبائي الكهنة. أبواب الكنائس لازم تكون مفتوحة حتى تقدر إنها تستقبل أبناء يسوع، حتى يقدروا يلتقوا بالمسيح. وهون دور كبير للخريات اللي ربنا يكون معهم حتى يقويهم ويخليهم يكملوا النقص اللي بتركوا غياب الكاهن عن البيت وعنهم، ولكن ما بده يشعروا بوحدة لأنه المسيح معهم في البيت، المسيح معهم في تربية الأولاد، المسيح معهم بكل إشي بيقوموه، لأنهم مش كأي زوجة من الزوجات اللي بروح زوجها من أجل أمر دنيوي، ولكن زوج الخورية الكاهن بيروح من أجل خدمة المسيح وخدمة نفوس أبناء المسيح اللي افتداهم بدمه الكريم على الصليب. يا ابني ثيودوروس، في هاي اللحظات زي ما ذكرت أنت كمان في كلمتك، بتذكر أمك اللي دائماً كانت توصيني عليك، وأنا عمري ما نسيت وصاتها، زي ما عمري ما نسيت ولا رح أنسى وصية كل الأمهات من أجل أبنائهم اللي دائماً أصواتهم بسمعها في ضميري وموجودة في قلبي محفورة، وفي الوقت المناسب بحقق ما بستطيع تحقيقه بنعمة المسيح وبركة أبينا صاحب الغبطة. عشان هيك يا ابني أنا واثق إنها روحها بهاي اللحظات بتفرح من السماء، وهي معنا في هاي اللحظات بتصلي وبتفرح مع والدك وكل اللي سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية. هاي هي كنيستنا، هاي هي يسوعنا القائم من بين الأموات، وهي هي التقاء الكنيسة المجاهدة مع الكنيسة الظافرة، الكنيسة الأرضية مع الكنيسة السماوية. يا ابني أتت الساعة، تعال ادخل لفرح ربك. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين.
باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. أيها الشهداء القديسون الذين جدتم حسنا فتكللتم الإلهية التي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل هي تنتدب الإيبوذياكون ثيوذروس الكلي الورع إلى درجة الشموسية فلنطلبن من أجله لكي تحل عليه نعمة الروح الكلي قدسه. إلى الرب نطلب. أيها الرب إلهنا، يا من بسابق معرفته ترسل موهبة روحك القدوس على المنتدبين من قوتك التي لا يستقصى إثرها
لأن يكونوا خداماً يخدمون أسرارك الطاهرة. أنت أيها السيد احفظ في الوقار التام عبدك هذا ثيودوروس الذي ارتضيت بأن يرسم مني لخدمة الشموسية، واجعله يحفظ سر الإيمان بضمير نقي، وامنحه النعمة التي منحتها استيفانوس أول شهدائك الذين دعوته أولاً لعمل خدمتك، وأهله لأن يعمل على ما يرضيك بالدرجة الممنوحة له من صلاحك، لأن الذين يحسنون الخدمة يقتنون لأنفسهم درجة حسنة. واجعله لك عبداً كاملاً، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام الذي ملعه وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب، من أجل سلام كل العالم وحسن ثباتكنا أسلاه المقدس واتحاد الجميع إلى الرب نطلب، من أجل أبينا ورئيس كهنتنا خريستوفروس وكهنوته ومعاضدته وبقائه سالما ومعافا، ولأجل خلاصه وعمل يديه إلى الرب نطلب، من أجل عبد الله ثيودوروس المرتسم الآن شماسا وخلاصه إلى الرب نطلب، لكي يمنحه إلهنا المحب البشر خدمة لا عيب فيها ولا شائبة إلى الرب نطلب، من أجل هذه المدينة المحروسة من الله وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. أيها الإله مخلصنا، يا من بصوته الخالد سن لرسله ناموس الشموسية وأقام استيفانوس أول الشهداء بكورة من أتم ما كتب في إنجيلك المقدس، من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادماً. أنت يا سيد الكل الذي أهلت عبدك هذا ثيودوروس للدخول في خدمة الشموسية، املأه من كل إيمان ومحبة وقدرة وقداسة بحلول روحك القدوس المحيي، لأنه ليس بوضع يديه بل بافتقاد رأفتك الغنية تعطى النعمة لمن أهلتهم لك، حتى يصير بعيداً عن كل خطيئة فيقف لديك بلا عيب في يوم دينونتك المرهوب وينال أجرة وعدك الصادق، لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. Axios. 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 إلى الرب نطلب. تبتهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربلني بقميص السرور ووضع علي تاجا مثل عروس وزينني زينة عروسة كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب. قدوس 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 رب السبوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك، من أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن للجميع خادماً كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مستحق 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 مستحق
الرحمن يمينك يا رب قد تمجدت بالقوى، يدك اليمنى يا رب حطمت الأعداء، وبوفور مجدك سحقت العضاد كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أكسيوس 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 مستحق 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 إلى الرب نطلب. يداك صنعتان وجبلتان، فهمني فأتعلم وصاياك كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مستحق 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 أكسيوس أكسيوس تغيير يمين العلي تيستيوس ميغاسوس ο Θεός ημών بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس
لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. نجي نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا يسوع. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. واجب يا رب ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأسادنا من الرب نسأل. أصفك إياه غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. واجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. واجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزن وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. واجب يا رب بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودعنا أنفسنا وبعضنا وبعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. يا رب وأهلنا أيها السيد أن نجسر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. السلام لجميعكم روحك أيضا لنحني رؤوسنا للرب يا رب. نشكرك أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون للخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. بنعمتي ورفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك هلم لتقديسنا. أيها الجالس مع الآب في العلا الحاضر معنا ها هنا غير منظور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. فلنصغي القدسات للقديسين قدوس واحد
مجد الله الله. آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم. وأؤمن أيضا إن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم بعينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. هأنذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا. أذكرني يا رب، أذكرني يا سيد، أذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك دم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. الله الرب ظهر لنا، مبارك الآتي باسم الرب. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي، وأخذنا الروح السماوي، ووجدنا الإيمان الحق، فلنسجد للثالوث غير المنقسم، لأنه خلصنا. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لاهجين على الدوام ببرك. آللويا آللويا هللويا. قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهر غير الميت السماوي المحيي الرهيب، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا ليسو. بعد أسوالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. إن نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا، لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعا في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وار وإلى دار الداهرين. لنخرج بسلام كرياليسون كرياليسون كرياليسون. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. يا رب يا رب، يا من يبارك الذين يباركونه،
ويقدس الذين يتوكلون عليه. خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أنت شرفهم عوضاً عن ذلك مجداً بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، لملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. كبري وضعيتهم بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس وكل وان ودهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من أنت عجيب في قديسيك، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأسد، وتدرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبي الآباء إبراهيم وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهلالي، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وأكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين محنى الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة القداس الإلهي، وتذكار القديس ثيودروس الثيروني الذي يقيم أعجوبة القصر التي صنعها، وتذكار القديس بروكوبيوس الذي أذكاره اليوم وجميع قديسيك. ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح المحب البشر. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة مباركة وبالقداسة سلمتمكم. أبونا الشماس ثيودروس ألف مبروك، مع كل محبتي لإلك ولكل أبناء أهلك أقاربك عشيرتك وكل الرعية أبناء الرعية، لأنه الكاهن من لحظة أنه بدخل في سلك الكهنوت يعني من خلال الشموسية يصبح للكنيسة، فبالتالي للرعية كلها، فالرعية كلها في الأردن في بطريركية القدس اليوم بتفرح فيك، فألف مبروك إلك ولكل الأحبة الموجودين، لزوجتك ولأهلك ولكل الأحبة اللي لهم كل محبة وتقدير، ألف مبروك إلكم، ربنا يحميكم ويعطيكم كل بركة.